واحد الحاجة من الحاجات اللي غادي يؤديو بيا للطلاق مع نوفل، خصيت يفيق مع 10 الصباح، انا تبغي نفيق معاه 6 الصباح، ممكن تشوف شحال في الساعة. اي اش ما كتحكش سنانك؟ صافي حيت مصايبهم كاليتي زوينة، ما كيديرو لا ريحة لا والو، ما كتبغيش تحكم. سميتي بوسي ريحة سنان تاني فني نحباش نحكم. اه سبحان الله، لا حتى نسيتي ما تغسل سنانك البارح اللي ما نمتي في الصباح. البارح ما غسلتهمش، اليوم ما غسلهمش، غدا ما غسلهمش، علاش نغسلهم؟ ثاني فني الحمد لله. اي بصح غير تربتك خصك تسدها شويه. تربتي ضروري بعدا كنخرا غادي كيحزق لا كنخرا حبات شحال من حزقه حزقت عليا في الليل. دابا بيني وبينك اش كتسني من واحد متقوب؟ عندي لا فرانات لا جوانط لا والو. بغيتي لي نزيرها دابا؟ انت دابا غير انا بغيت نعرف حاجه وحده. ايوا ما حزق نصفر. دابا تخيل معايا، انت كدير داك الشيء الله يعفو عليك مره في الشهر ولا مره في العام، اش غنقول على ولد الخنزويه اللي النهار كله هو تيخشيه؟ كيف غادي يكون هذاك؟ انت مره في العام كدير شي حاجه، رانا معاك دابا حنا شي 6 ايام ما درتي حتى شي حاجه. راه ولد الخنزوي ولد الشيميه كل نهار تلقاتي تيدير بومبيرس كيخرب سرواتو وحفا قدوس قدوس ياك استرخت الله يعفو عليهم قوملوط. اه عافاك ما نهضروش عليهم، انت ربي عفالك جاب لك ربي بنت الناس. صافي صافي خوتي فين نقير؟ كنفيق في الصباح تبقاي نقير عليا. اه عزيز عليا علاش فيك نقير؟ سبحان الله ولفتو من بشار كي كينقر على امي تعلمتها منه. عرفتي ودري لي القهوه واش ما درتيش فيها القهوه؟ عزيز عليا نجارين صح ما داغوم عويدة تاي ما يجي لهنا. عرفتي الله يستر كيفاش كيدير ليها. يا تدير ليا نفس الشيء تشبه بنقير. سبحان الله نوفل. اه اش شو داكشي الاجيج؟ شو داكشي دير فوق راسك؟ واجي انا جاي. انا جاي شو داكشي دير فوق راسك؟ ضفدع. كيفاش ضفدع؟ صاحبتي العزيزه شو داكشي اللي خارج من التحت؟ راس ضفدع. كيفاش عطاني هكا؟ عطيني ندير شويه ويلي راه يدبر شي في حتى انا. واش ما كتحشمش؟ علاش غنحشم؟ ها؟ علاش غنحشم؟ بوادرك بوادر اكثر من بوادر الفيلو كتر ديال بزعيطه وهكذا. لا 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 خويا اش كتجبد لينا النحل؟ حنا باغيين نخرجوا دابا. لا 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 ما تخافيش ما يدير لك والو. ولا ولا شي دابا وتي حقر غير على هذوك اللي حدا ما حنا ما نقدرش نوصل لينا. والله الا الصراحه هذه هي المقوله ديال لاله وتاج راسي، زعما الواحد يحط مراته فوق راسه. ها انتم حطيت الضفدع فوق راسي صار يدخل ما تنضحكش معاك. مالك لاله وتاج راسي؟ ها انت تاج فوق الراس ماشي ضفدع. انت راجل بعدا؟ اه انا نجي نقول معاك تقول لي راجل بيبي. اه ايوا هادشي كنحسك زوين وفي الفراش. والفراش حبي ما قدرتش. وانت كتقول لي قلتي لي ديري لي ما قديتش. ما قديتيش قلتي لي خفت نوسخ يدي. اه خفت يدي تغرق. مالي سميتي رضا؟ وين ولا لانجري؟ انا باقا مزيره اختي. انا هذيك خدمتي كنزيرت قادي. بغيت نهضر معاك واش بصح واش بصح اللانجري درا عندك صديق مؤخرا؟ لا شنو درا عندك؟ مشى عند ميليسا كتقود لي الدراري كيعطيهم 500 دولار وي يلا. اليوم فطور مغربي ما يمكنش نجيو لمليليون نمشيو نفطروا الفطور ديال يعني داك الشيء ديال تشيكي بيكي. اليوم بغينا نفطروا فطور مغربي نادوري. اي ملكي شوفوا تبارك الله شو داروا مع شكل القلوب وعطاهم لينا كادو. شتي ها انتم الناس ديال لينا عشيفه بحال الشنويه واش انتم تشويين عش